واحمد سعيد اوكا. ويمكن طب احنا معنا على الهاتف الحاج محمود الاسيوطي، طبعا لازم نهنيه. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير، ازيك يا فندم؟ عامل ايه؟ الحمد لله، تحياتي وتحيات كابتن ماهر امام وكابتن حشيش محمود. محمود بيه، اهلا وسهلا بيك. تحياتي لكابتن ماهر امام، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك نجومنا، النجوم زمن الجميل. ربنا يخليك يا محمود. السنه دي هذا الموسم صراحه فندم فريق الاسيوطي مختلف في كل حاجه. كابتن علي ماهر اداء على اعلى مستوى، فرقه الاسيوطي بتلعب كوره، وكنا بنتكلم ان في مشروع ابتدى المشاهد المصري المشجع العادي يحس بان فريق الاسيوطي عنده مشروع بيقدم كوره كويسه، في نفس الوقت ايضا بيستثمر في بيع اللعيبه، وفي نفس الوقت الفرقه ما فقدتش كتير من انتقال مثلا نجم زي عنتر. الحمد لله، يعني كان اختيارنا للكابتن علي باهر، وبعد كده كمان كابتن مهادي خشبه، وكل الجهاز الفني صراحة كان اختيار موفق، ده توفيق من عند ربنا. انت عارف كابتن علي ماهر لما جينا نختاره، الكلام اللي حضرتك اتكلمت عليه كله ده كان قدامنا مكتوب، ان احنا عايزين، ان احنا عندنا اهداف وعايزين المدير الفني المناسب اللي يقدر يحقق الاهداف، اللي انت ازاي تقدم فريق قوي وفي نفس الوقت تستثمر وما يحصلش اي خلل في الفريق في حاله بيع لاعب زي ما حصل مع محمد عنتر. ففعلا كابتن علي ماهر يعني كان في الاهلي شغال مدير فني لفريق الشباب اللي هم طلع منه رمضان صبحي وتريزيجيه ومجموعه لعيبه معظمهم دلوقتي محترفين، فهو مميز، عينه حلوه في اللعيبه، كمان زي ما بيقولوا صنايع حرف، بيعرف يطور من اداء اللاعب. فالحمد لله كان توفيق من عند ربنا ان هم كنا موفقين في الاختيار. طيب استاذ محمود، هل حضرتك حاسس ان الاسيوطي اقترب من البقاء في الدوري الممتاز؟ يعني هو يعني زي ما الناس النهارده، انت لو سالت اي حد في الاهلي الاهلي اخذ الدوري هيقول لك لا، ما ينفعش كده، لان لسه لازم تبقى عدد الماتشات اللي باقيه وعدد النقاط رسميا ساعتها يعلن النادي الاهلي انه اخذ الدوري. وطبعا احنا الثلاثيه تمام، منطقه دافعه، بس اللي مطمنا 29 نقطه، ده انا بالنسبه لي مطمئن على اداء الفريق. نعم. ممكن يبقى عندك 29 نقطه وانت حاسس ان انت مثلا جمعت النقاط دي بالحظ في مباريات كده وادائك سيء، فممكن تنزعج، لكن انا اللي مطمنا اكتر ومطمن المنصوبه كلها انه الاداء يطمئن. واكتر دليل الماتش الاخير امام النادي الاهلي، ده انت عندك فريق قوي، فده بيطمن، مش ال 29 نقطه اللي هي الطمن. فادائنا ان شاء الله احنا مطمئنين. الجهاز الفني واللعيبه يعني الحمد لله عندنا خط دفاع كله خبرات، هوكا وحماده طلبة ده منتخب مصر، عندنا الاوغندي ده منتخب اوغندا 13 مباراه في منتخب اوغندا، عندنا اسلام صيام لاعب عنده خبرات كبيره جدا في الدوري، فاحنا عندنا حارس مرمى دعدور ده مميز، وانا بعتبره ده مواليد 65، مشروع حارس مرمى المصري ده حاجه على اعلى مستوى ثقه، بيلعب يطلع من تحت الكوره، فحاجه جميله جدا. فاحنا عندنا خط الامان اللي هو ورا ده يعني كله خبرات، فاحنا مطمئنين على اداء الفرقه ومطمئنين ان شاء الله. ده احنا بنفكر، ما بنفكرش في موضوع البقاء اكثر ما بنفكر في تحديد المراكز، لان احنا السنه دي عايزين ناخد مركز متقدم. وانت شايف النهارده ان احنا لو فزت ماتش هتبص تلاقي نفسك في المركز السابع، ما بيننا وبين المركز السابع 3 نقاط، يعني مباراه واحده هتخليك المركز الثاني. طيب اتمنى طبعا التوفيق للفريق في الفتره اللي جايه وان احنا ناخد مركز متقدم. طيب استاذ محمود، برضو عايز اسال حضرتك، اللعيبه الافارقه اللي تم انتقالها لفريق الاسيوطي، المهاجم من جنوب افريقيا تشيلومبو، يعني فرقه او لعيبه جايه يعني حسينا بانسجام شديد ما 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 بينهم وبين زمايلهم، يعني مش جداد حتى على الدوري المصري، هل انتقائهم كان من الجهاز الفني؟
طبعا وكل حاجه بتبقى عن طريق استعراض لعيبه كتير جدا عن طريق الشركات، وفي الاخر الجهاز الفني هو اللي بيقول احتياجاته وهو اللاعب اللي بيتناسب مع فكره وطريقه لعبه، فاحنا بنتفاوض معاه. لو التفاوض كان خارج امكانياتنا بنبدا نتفاوض مع حد ثاني. احنا ربنا ما وفقناش في الدور الاول في الاربعه الاطراف اللي كانوا موجودين كلهم انهينا عقودهم بانتقالات الشرطيه بطريقه وديه، و يعني اتقرفنا من موضوع الافارقه، فخلانا اختياراتنا في الدور الثاني اختيارات دقيقه جدا، وجبنا لعيبه لعبه ماتشات، يعني احنا بناخد قرار فيها هي وبتلعب ماتشات، يعني بنتفرج عليها في ماتشات، يعني ده كان بيلعب بطوله المغرب المحلي منتخب اوغندا المحليين، احنا متفرجين عليها ماتشين، بعد ما الماتشين خلصهم كان جاي وكنا مخلصين العقد بتاعه. نفس الكلام مع ده ودف، كانوا بيلعبوا ثلاثين مختار، كانوا بيلعبوا يعني جيف ده بيلعب منتخب جنوب افريقيا للناشئين، اسمه سمع قوي في جنوب افريقيا، نادي بلتين ستارز بيشارك في الكونفدراليه، يعني نادي ليه اسم. شنوك ده جايب هدفين في الكونفدراليه في نوفمبر او اكتوبر في الصفاقس التونسي، لعيبه رجلها في الملعب، لياقه بدنيه طبعا جاهزه. لكن النهارده عمليه الانسجام، فانا شايف ان الكره الحديثه ما عادش موضوع الانسجام ده بيعول عليه، ما عادش زي زمان. هو المدير الفني بيبقى له السبب الرئيسي يا استاذ محمود. طب استاذ محمود اتكلم على، هل كابتن علي ماهر بعد التالق ده باقي في الاسيوطي؟ هتحاولوا تحافظوا عليه؟ طبعا يعني انا اتمنى طبعا كابتن علي ماهر، انا قلت له انت هتطلع من اسيوطي لازم يكون حاجه كبيره قوي يعني. فهو احنا العائد على الكابتن علي ماهر 30 طيب السنه دي والسنه اللي جايه ان شاء الله. انا اتمنى نكمل، احنا مترابطه طبعا، يعني نتمنى طبعا الاستقرار هو اللي بيعمل نتائج وهو طب في عروض جت يا استاذ محمود عن مهند لاشين ولا لسه؟ والله العروض يعني احنا كان اتكلم الاهلي، كان الزمالك اتكلم في يناير، بس كلام ودي لان احنا رفضنا بيعه في يناير. احنا كان الكابتن علي وافق بس على بيع عنتر، ما وافقش على بيع اي حد ثاني، لان عنتر برضو عنتر احنا كنا عارفين ان في هنجيب ديفت وهنجيب عندنا لعيبه ممكن تعوض مكان غيابه، لكن مهند بالنسبه لنا وجودنا في الدوري اهم من الاموال اللي بيع مهند، فاحنا رفضنا بيع مهند. اول حديث حتى عن بيعه في يناير، لكن الاهلي اتكلم عليه، الزمالك اتكلم عليه، في انديه من بره برضه اتكلمت في يناير، لكن احنا ان شاء الله يعني مهند احنا وعدناه ان اخر الموسم ان شاء الله لو جه عرض يليق بيه ويليق بالنادي وهيساعد النادي ان يقدر يدعم ويجيب صفقات ان شاء الله هنوافق عليه. استاذ محمود الاسيوطي بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله، الصراحه زي ما كنت بتكلم مع نجومي الكبار.